في سؤال جاي من قناة غاب بيقولوا ليه ما بتنشروش الأسئلة يا أبا بطرس؟ نعم برنامج لوحده يعني مش مع المحاضرة؟ يعني نوبة هتقول أسئلة 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 كل حاجة بحبها هتخسر لما يكون مع كل محاضرة شيء خسر ما أنت لما تنفذ مشيئة الناس اللي بيسمعوا ينبسطوا من اللي هتعمله أصل عم بطرس قبل ما يطلعها في البرنامج لازم يطلعها في مخه ان شاء الله تطلع